ماشي، احنا ان شاء الله النهارده هنابسولف الايديو راوند ديت 169. انا هحل معاكم من اول ايه لحد الدي، وبعد كده باشمهندس كريم هيخش يكمل الاي، وهحاول اقنعه يدردش في الاف يعني عشان هو بيقول الحل بتاعه ممكن يقع. طيب يعني خلينا نقول ان احنا معانا البروبلمز لحد الاي دلوقتي حاليا، يعني الاف لسه فيها كلام. المهم خلينا نبدا بأول بروبلم. أول بروبلم بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن أنت معاك بوينتس على لاين، والبوينتس ديت علشان نقول إن يعني بص خلينا نخش بمثال على طول. دلوقتي مثلا أنت معاك لاين زي دوت، الأرقام فيه مثلا هنا دي 1 2 3 4 5 وهكذا. دلوقتي لو انا جيت قلت لك ايه هي اقرب نقطة للواحد، هتقول لي يا اما الاثنين، بس هي الاثنين. طيب لو جيت قلت لك ايه اقرب نقطة للاثنين، هتقول لي يا اما الواحد يا اما الثلاثة، صح؟ طيب ان الاثنين اقرب ليها. لو جيت قلت لك ايه اقرب نقطة للثلاثة، هتقول لي يا اما الاثنين يا اما الاربعة. تمام كده، يبقى احنا عرفنا يعني ايه اقرب نقطة. طيب هو دلوقتي هيدي لك البوزيشنز بتاعت البوينتس، هو هيديك ان بوينت وكل بوينت هيديك الكوردينيتس بتاعتها، وعايزك تانسرت 1 بوينت، تانسرت 1 بوينت بحيث ان هي تكون الكلوزست بوينت لكل البوينتس اللي موجوده. يعني مثلا لو انا معايا اللاين اللي هو ده مثلا، دي البوينت دي 1 والبوينت دي 5، فانا ممكن انسرت مثلا الاربعه. الاربعه هي الكلوزست بوينت للواحد، وفي نفس الوقت الكلوزست بوينت للخمسه، فهي تعتبر كلوزست بوينت لكل البوينتس اللي موجوده. طيب دلوقتي هو بيقول لك ايه؟ هو بيقول لك هل ينفع ولا لا. ماشي كده، خلينا نفترض واحده واحده مع بعض ان اللاين دوت عليه 2 بوينتس، لان هو قال لك الان بتبدا من 2. ايه الاحتمالات ان يكون ال2 بوينتس دول موجودين عليها؟ يا اما مثلا يكون 1 و5، فاحنا ممكن نضيف ما بينهم الأربعة، أو إن يكون 1 و2. 1 و2 فأنا مش هعرف أضيف حاجة بينهم، أنا يا إما هضيف هنا 0 مثلا، يا إما هضيف هنا 4 مثلا. الأربعة هي كلوزست للاتنين بس مش كلوزست للواحد، والصفر هي كلوزست للواحد مش كلوزست للاتنين، فكده أنا مش هقدر أضيف أي بوينت تكون كلوزست لكل البوينتس، يعني دي إجابتها نو. إنما الواحد والخمسة إجابتها يس. طيب بالنسبة لللاين اللي فوق ده، اللاين اللي فوق ده مليون في المية الإجابة نو. ليه؟ لأن أنا لو ضفت بوينت في أي مكان، حتى لو نفترض مثلا إن دي كانت أكتر من 4 وكنت ممكن تقدر تضيف بوينت هنا، فهي هتبقى كلوزست لديت وديت، مش تبقى كلوزست لدي، مش تبقى كلوزست لدي. فكده لو الإن أكبر من 2 يبقى على طول الإجابة نو. طيب لو الإن ب2، هنا هتشوف لو الرقمين كونتينيوس اللي هو 1 و2 او 3 و4 او 6 و7 او 9 و10 11 و12 مثلا، كده يبقى الاجابه برضو نو. لكن غير كده الاجابه يس، اللي هو في حاله الواحد والخمسه مثلا. بس وده الكود. هو هيدي لك الاري، بعد كده هتشوف لو الان اكبر من 2 سي اوت نو، غير كده فانت هتشوف لو الصغير بيكوال الكبير ناقص 1، فساعتها الاجابه برضه نو، غير كده فالاجابه يس. حد مش فاهم او حد عنده اي سؤال؟ ماشي، تعال نروح للبروبلم الثانيه. جيم وذ دورز، مش عارف ليه الكونتست دوت هما بيحبوا موضوع اللاينز والكلام ده. المهم يعني البروبلم دي بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انت معاك شخصين، الشخصين دول بيلعبوا، وانت معاك لاين، اللاين دوت مترقم من اول 1 لحد 100. ماشي، كل بوينت من البوينتس دي، وطبعا في 2 و3 و4 و5 لحد 100،
كل بوينت من البوينتس دي بتمثل روم، وكل روم ممكن يكون فيها الشخص الأول أو يكون فيها الشخص التاني أو تكون فاضية. هو هيديك الرومز اللي الشخص الأول موجود، ممكن يكون موجود فيها، ممكن يكون موجود فيها راندوم كده. فمثلا ممكن الشخص الأول يكون موجود في كل البوينتس دي، والشخص التاني برضه هيديلك انترفال ليه، فممكن مثلا الشخص التاني يكون موجود في كل البوينتس دي. بيقولك بقى ان ما بين كل بوينت وبوينت في باب، الباب دوت انت علشان تروح من بوينت لبوينت لازم تمر بكل الابواب. يعني مثلا ديت كده اخليها 2، دي مثلا 3، ديت بوينت 4، دي بوينت 5، ماشي. انا علشان مثلا الشخص الاول يكون موجود في 2 والشخص التاني يكون موجود في 5، فهو لازم هيعدي على الباب اللي ما بين 2 و3، وبعد كده يعدي على الباب ما بين 3 و4، وبعدين يعدي على الباب من 4 ل 5. طيب هو بيقول لك ايه بقى؟ هو بيقول لك ان هو عايز اقل عدد من الابواب اللي محتاجك تقفلها، بحيث ان الشخص الاول مهما كان في انهي اوضه من الاوض اللي ممكن يكون فيها ما يقدرش يوصل للشخص التاني في اي اوضه مهما كانت هو فيها برضه. بمعنى تعالى مثلا نشوف مثال دلوقتي، الشخص الاول يا اما موجود في 1 يا اما موجود في 2، والشخص التاني يا اما موجود في 3 يا اما موجود في 4، فاحنا ممكن نقفل الباب اللي بيروح من 2 ل 3 زيها زي دي بالظبط. الشخص الاول موجود في الاتنين دول، الشخص التاني موجود في الاتنين دول، في باب هنا. انا لو قفلت الباب ده مستحيل الشخص الاول يروح للشخص التاني ولا الشخص التاني يروح للشخص الاول، مستحيل، صح؟ طيب تعال نشوف مثال تاني. المثال التاني مثلا من 2 ل 5، دي كده وكده نفس الاوض بالظبط، ادي 1 2 3 4 5، ماشي. دلوقتي ايه الاحتمالات بتاعتنا؟ يا اما 1 و2، يا اما 2 و3، يا اما 3 و4، يا اما 4 و5، يا اما 1 و3، 1 و4، 1 و5، 2 و4، 2 و5، 3 و5، على الحاجات ديت يعني، ماشي. بس خلينا يعني نحط احتمالاتنا في الاحتمالات ديت. دلوقتي لو الشخص الاول موجود في 1 والشخص التاني موجود في 2، فانا محتاج اقفل ايه؟ محتاج اقفل الباب ده. طيب لو الشخص الاول موجود في 2 وده موجود في 3 محتاج اقفل ده. طب لو ده موجود هنا وده موجود هنا محتاج اقفل ده. لو ده موجود هنا وده موجود هنا محتاج اقفل ده. يبقى انت كده قفلت كل الابواب اللي ممكن تودي الشخص الاول للشخص التاني. هو هنا بادئ من 2، احنا بدأنا من 1. طيب هو بقى لو هيبدأ من 2 زي ما هو مدينا في السامبل، فاحنا محتاجين نقفل الباب ده والباب ده والباب ده، يبقى الإجابة 3، تمام؟ طيب خلاصة الكلام اللي أنا عايز أقوله إيه؟ أو الحل النهائي يعني. دلوقتي أنواع الانترفالز بتاعتنا هيبقى ليها كذا شكل. ممكن الشكل الأول دوت والشكل الأدول ده إحنا ممكن نهندله بكونديشن عادي، واللي ساعتها هيبقى باب واحد بس اللي هيتقفل. الكونديشن التاني إن هما يكونوا متقاطعين. طيب لو هما متقاطعين إيه الاحتمالية بتاعتها؟ ممكن يكونوا متقاطعين كده، دي مثلا الانترفال الاولى ودي الانترفال الثانيه، ممكن يكونوا متقاطعين كده. ممكن يكونوا متقاطعين كده، ممكن يكونوا متقاطعين كده، تمام. في كذا نوع التقاطع. الفكره كلها في ايه؟ خلينا متفقين من الحته ديت، وطبعا ممكن يكونوا متقاطعين كده، خلينا متفقين ان من الحته ديت ان في الحته المشتركه ما بين ما بين التو انترفلز احنا هناخد عدد الارقام المشتركه ناقص 1، تمام. تاني دلوقتي الموضوع كله بيتمحور حوالين النقطه دي، او المثال دوت هو اللي هيوضح لنا الاجابه. دلوقتي في المثال ده احنا عملنا ايه؟
اخدنا الارقام المشتركه اللي هم عددهم 4 ناقص 1، ده كده عدد الابواب اللي هتتقفل، لان ما بين كل بابين احنا هنحط ايه، هنقفل الباب، سوري، ما بين كل رقمين هنقفل الباب. طيب لو انا زودت ديت حته، فساعتها ممكن يكون الشخص التاني هنا والشخص الاولاني هنا، تمام؟ طب لو انا زودتها حته كمان، فممكن الشخص اللي فوق يبقى هنا، بس سواء الشخص اللي فوق هنا او هنا هو باب واحد بس اللي هيتقفل، اللي هو الباب ده. الباب ده لو اتقفل ومنع لي كل دول. كذلك الامر لو دي ممتده هنا شويه او اللي فوق ممتده، اي واحده فيهم مهما كان بقى دوت عنده بوزيشن 2 3 4 5، هو باب واحد بس اللي هيتقفل. يبقى انا هجيب التقاطع ما بين التو انترفلز، ولو الرايت 1 مش بيساوي الرايت 2 هجمع واحد، ولو الليفت 1 مش بيساوي الليفت 2 برضه هجمع واحد. هي دي الاجابه. اول حاجه احنا هنهندل الكيس دي اللي هو من واحد مثلا، اللي هو من 2 ل 3 مثلا، من 4 ل 5. لو الليفت اكبر من واي، انا هنا بستقبل ليفت ورايت واكس وواي. لو الليفت اللي هو الواحد مثلا كان اكبر من الثلاثه، سوري، لو الاثنين اكبر من الخمسه طبعا لا، او الاربعه اكبر من الثلاثه، لو بدايه انترفال اكبر من نهايه الانترفال الثانيه، فساعتها هو باب واحد بس اللي هيتقفل، هسيب اوت واحد. طب غير كده، غير كده فانا بجيب الحاجات المشتركه، ممكن تجيبها باي طريقه بقى، باكويشن ايا كان، بس يعني هو كده كده الارقام لحد 100، فانا قلت هعملها باري وخلاص. ان الرقم الاول، الاري الاول البوينت دي موجوده، والاري الثاني البوينت دي موجوده، فساعتها هعمل انسر بلس بلس. كده انا معايا ايه؟ عدد الارقام المشتركه. يبقى عدد الارقام المشتركه ناقص 1 زي ما اتفقنا، زائد ان الليفت 1 مش بيساوي الليفت 2، زائد ان الواي 1 سوري ان الرايت 1 مش بيساوي الرايت 2. بس كده. حد مش فاهم او حد عنده اي سؤال؟ اللي عنده سؤال ما يتكسفش يسأل. كله تمام؟ اتفضل يا محمد. حضرتك فتحت التسجيل؟ اه. ماشي. طيب نيجي للبروبلم سي. في السي بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان احنا معانا لعبه شخصين بيلعبوا مع بعض. الفكره كلها ان انت معاك ارقام، والارقام ديت كلها مختلفه او مش مختلفه، مش هتفرق يعني في المساله حاجه. المهم انت معاك شوية ارقام، وليكن مثلا معايا 1 5 7 3 9 مثلا، معايا الارقام دي. بيقول لك ان اليس وبوب هيلعبوا لعبة، كل واحد منهم هيبك element، وكل واحد عايز يكبر السكور بتاعه، يعني مثلا واليس اللي هيبدأ تاني، بيلعبوا لعبة ان كل واحد هيبك element هيضيفه على السكور بتاعه، وكل واحد عايز يزود السكور بتاعه، واليس اللي هيبدا. فطبيعي ان اليس هيروح جاي واخد التسعه، بوب هيروح جاي واخد السبعه، اليس هيروح جاي واخد الخمسه، بوب هيروح جاي واخد ايه؟ الثلاثه، اليس هيروح جاي واخد ايه؟ الواحد. وكده دوت اقل ديفرنس ممكن يحصل لما الاثنين يلعبوا اوبتيمال. طيب دلوقتي بقى بيقول لك ايه؟ بوب عنده اوبريشن ممكن يعملها. ايه هي؟ ان هو ممكن يمسك اي رقم ويزوده، يمسك اي رقم يزوده، وبعدين المهم ان عدد التزويدات دي، يعني ممكن يمسك اي رقم يزوده بواحد، المهم ان عدد الاوبريشنز ديت ما يعديش الكي. هو اي مديك كي هنا، وليكن مثلا 5، فانت اخرك تجمع 5 على كل الارقام، كل الارقام اللي شوف انت هتجمع كام رقم، كام على كل الارقام، مجموع الحاجات اللي انت هتضيفها على كل الارقام المفروض ما يعديش 5، يبقى 5 او اقل. طيب هو عايز يعمل ايه؟ هو عايز يقلل الديفرنس بشكل اوبتيمال،
هو عايز على قد ما يقدر يقلل الديفرنس ما بين الحاجات اللي هو هياخدها والسكور اللي بوب هياخده، او بمعنى اصح ان هو يزود السكور بتاعه. فطبيعي هيعمل ايه؟ مبدئيا احنا اتفقنا ان اليس هياخد التسعة، بوب هياخد السبعة، اليس هياخد الخمسة، بوب هياخد التلاتة، اليس هياخد الواحد. بمعنى تاني ان لو احنا عملنا صورة للارقام من الكبير للصغير اللي هو يبقى تسعة سبعة خمسة تلاتة واحد، دلوقتي بقى ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان في الاندكسات الزوجية اليس هياخدها، والاندكسات الفردية بوب هياخدها، ده باعتبار ان احنا شغالين زيرو اندكس يعني. طيب انا بقى عايز اعمل ايه، او بوب عايز يعمل ايه؟ طبعا بوب هياخد الارقام دي بس، فهو مسموح له ان هو يزود على الارقام دي بس. تمام. طيب دلوقتي ايه احسن حاجة باعتبار ان الكي كبيرة ايا كانت الكو قيمتها كام بقى؟ ايه احسن رقم اليس سوري بوب ممكن يضيفه على السبعة؟ الاتنين. ليه الاتنين؟ لان هو لو ضاف الاتنين يبقى كده التسعة دي وهنا برضو تسعة، فكده اليس خد تسعة وبوب خد تسعة كأنه ما حصلش حاجة. لكن لو هو كان قرر يخليها عشرة، لو قرر يخليها عشرة فهتتبدل، يبقى دي اللي هتبقى عشرة ودي اللي هتبقى تسعة، فكده يبقى هو خسر اوبريشن. لا، كان الأحسن يروح يزودها في حتة تانية. فبالظبط ده اللي احنا هنعمله بطريقة جريدي، ان احنا هنمشي على الأرقام هنصورته طبعا، وهنمشي على الأرقام اللي بوب هياخدها، وعايزين نوصل كل رقم للرقم اللي قبله بس كده. ادي الاري بتاعنا، هنعمل صورة من الكبير للصغير، وهنمشي على الاندكسات الفردية، الديفرنس ما بين الرقم دوت والرقم اللي قبله، والمفروض ان احنا هنضيف يا اما الديفرنس ده كله يعني مثلا هنا الاثنين، او لو انت الكي بتاعتك صغيرة اصغر من الاثنين فانت هتضيف الكي. فبس كده، بعد كده هترجع تجمع بقى الحاجات اللي اليس هياخدها والحاجات اللي بوب هياخدها، وتطرح الاليس ناقص البوب. حد مش فاهم؟ اتفضل يا ابراهيم. هو انا تمام، بس هو انا عايز اسال، انا كتبت كود، عملت سمشن 1 وسمشن 2، جماعة عملت سورت طبعا زي ما انت عملت كده، بس بعد كده قلت لو ال S1 اكبر من او يساوي ال K زائد ال S2 فليه الحل غلط؟ قول تاني كده. هنجيب مجموع الارقام، عملت سورت زي ما انت عملت كده وبعدها ريفرس، ماشي. بعد كده خدت مجموع الارقام اللي في البوزيشن الزوجية ومجموع الارقام اللي في البوزيشن الفردي، تمام؟ وبعد كده قلت لو S1 اكبر من او يساوي ال K زائد ال S2 اللي هو مجموع الارقام الفرديه، ف ده جاب رونج S2، وانا جبت الحل الصح بس مش عارف لا دي طب ده ليه انت غلط. عملت ايه بعد الاف؟ انت قلت اف مش ممكن عارف ايه. طب ثانية اجيب لك الكود، حاضر. ماشي. كود في الشاتر. صورته من الكبير للصغير. ماشي ماشي. لو اس واحد، ثواني اللي بعده ده بقى اللي جاب اكسبت. ثواني. طيب انت مستعجل ليه؟ تمام ماشي. اس واحد اكبر او يساوي اس اتنين بلس الكي، ساعتها اس واحد ناقص اس اتنين بلس الكي، غير كده سي اوت زيرو. هو بيتشك انه يزود كي على ديفرنس السم، هو ده مش صح اللي انت قايله اصلا يا محمود، ديفرنس رقمين ورا بعض، لان ما ينفعش رقم يزيد عن الرقم اللي قبله، اليس كان هياخد، فما ينفعش على السم توتال اصلا. بالظبط.
لازم ورا بعض. بص يا بص يا اسم ابراهيم صح؟ ايوه بص يا ابراهيم. ابراهيم دلوقتي في المثال اللي احنا قايلينه دوت، او ممكن اجيب لك مثال تاني، مثلا 10 9 5 5 7 وعدد الاوبريشنز بتاعتك 3 او 5 كده، اليس هياخد ايه؟ 1 2 ديت مش 7، ممكن ما تبقاش 7 يعني، خليها او ماشي يعني، ممكن سواب السبعة دي مع الخمسة، 7 5 5 كده اليس هياخد 10 7 5 بوب هياخد 9 والخمسة. تمام، اعتبر ان الكي بتاعتك كانت ب الكي بتاعتك كانت مثلا ب 10، او تمام لا مش 10 يعني، بص 2 1 3 اعتبر ان هي كانت ب 2 تمام يا عم، ب 5. اليس مجموعه كام؟ 10 و7 17، 17 و5 22، 9 و5 14. كده انت هتعمل ايه؟ هتاخد الخمسة دي تجمعها على 14 صح؟ فهتبقى اقل. ايوه فهطرح ما ينفعش الطرح عادي. ما ينفعش، لان انت اصلا اكتر حاجة ممكن تعملها ان انت توصل التسعة دي للعشرة وبس، والخمسة دي توصلها للسبعة، ده اخرك اه تمام يعني. انت تمام ايوه ماكسيموم تجمع كام؟ تجمع 3 بس، انت هنا عايز تجمع الخمسة كلهم. عشان لو زادت عن كده فهيروح لآلف على طول. لا بالظبط، لو زدت عن كده تمام المفروض هيحصل سواب بقى، يبقى انت كده كبرت الرقم. تمام ماشي طيب، حد عنده سؤال تاني؟ نروح للي بعد كده. البروبلم دي انا هوريكو ضحك ضحك السنين في الرنجين دول والله هوريكو ضحك السنين. طيب ثواني المايك وقع. ماشي كمل. تمام، دلوقتي يا ريس بيقول لك ان انت معاك ان سيتي وبرضو على ستريت لاين، حتى بقول لكم انا مش عارف ليه الكونتست دوت شغال مع موضوع الستريت لاين ده. المهم ان سيتي على ستريت لاين طبعا مترقمين واحد لان، وكل مدينة عندها بورتال، والبورتال دوت ممكن يكون متلون بأربع ألوان، يا إما أزرق يا إما أخضر يا إما أحمر يا إما أصفر. المهم يعني إن كل بورتال ليه لونين، كل بورتال ليه لونين يعني، كل مدينة عندها تو بورتالز وكل بورتال ليه لونين مختلفين. ماشي، المهم إن بيقول لك إن أنت ممكن تروح من مدينة أي لمدينة جي بالديفرنس بتاعهم، الكوست بتاعتك الديفرنس بتاعهم، بس عن شرط واحد بس، إن يكون في بورتال في المدينة الأولى اللون بتاعه أو حتة من اللون بتاعه تكون بتشابه حتة من لون بورتال تاني. يعني مثلا هقول لك على حاجة دلوقتي، مثلا انت معاك المدينة الأولى جرين وبلو، المدينة ديت جرين ويلو، المدينة ديت ريد وبلو، المدينة ديت ريد وبلو. انت ممكن تروح من اي مدينه لاي مدينه في لون شبهها، يعني ممكن تروح من هنا لهنا عادي، ممكن تروح من هنا لهنا، ممكن تروح من هنا لهنا، وممكن تروح من ديت لديت، بس كده دي الحاجات اللي تقدر تعملها. طبعا انت عشان تروح من مدينه لمدينه انت الكوست بتاعك المسافه ما بينهم في الستريت لاين دوت، يعني عشان تروح من هنا لهنا الكوست بتاعك هيبقى كام؟ ادي 1 2 3. طيب هو عايز يعمل ايه بقى؟ هو هيدي لك كويريز، في كل كويري هيديك مدينتين، وعايز الشورتست باث ما بين المدينتين دول. وطبعا لو في
مرة هتلاقي إن أنت مش قادر تروح من المدينة الأولى للمدينة التانية، فساعتها هنطبع سالب واحد. طيب دلوقتي أنا عندي كام احتمال؟ طبعا الاحتمالات اللي ممكن تكون على البورتالز، أنت عندك 6 احتمالات بس. خلينا ندي لكل لون رقم، وليكن مثلا احنا معانا 4 ألوان، يعني اللون واحد واللون اتنين واللون تلاتة واللون اربعة للتسهيل بس، بعيدا عن اساميهم. يعني انت معاك كام احتمال؟ يا اما 1 2، يا 1 3، يا 1 4، يا 2 3، يا 2 4، يا 3 4. دي الاحتمالات بتاعتك، تمام؟ طيب دلوقتي ايه الاحتمالات ما بين المدينتين اللي انا عايز اروح له ما بينهم؟ يعني انا لو عايز اسافر من المدينه دي للمدينه دي، ايه الاحتمالات بتاعتي؟ يا اما المدينتين دول فيهم لون متشابه، يعني مثلا لو المدينه دي 1 و2، المدينه دي ممكن تكون ايه؟ يا اما تكون 2 و3، يا اما تكون 2 و4، يا اما تكون 1 و3، يا اما تكون 1 و4، يا اما تكون 1 و2. دي الاحتمالات اللي من ساعتها الشورت استباص هيبقى المسافه دايركت، وده احسن حل على فكره، ده احسن حل. لان انت حتى لو اتنقلت، يعني انت مثلا لو عايز تروح من المدينه دي لحد المدينه دي، لو انت رحت كده بعدين رحت رايح كده، هي هياها لو انت رحت رايح لها مباشره، تمام؟ لان كده كده الكوست بيكوال الديفرنس ما بينهم. ماشي، دلوقتي بقى نرجع هنا. لو المدينه الاولى 1 و2، المدينه دي 2 و3 او 2 و4 او 1 و3 او 1 و4 او 1 و2، فساعتها الاجابه هتبقى ايه؟ انك تروح لها دايركت. طب لو حصل العكس، المدينه الاولى 1 و2 والمدينه الثانيه 3 و4، يعني مش مشتركين، مفيش فيهم اي اشتراك، فساعتها هتعمل ايه؟ انت طبعا ما تقدرش تروح لها دايركت، فلازم تشوف بقى انك تروح لمدينه ثانيه، ومن المدينه الثانيه دي تبدا تروح للمدينه اللي انت عايز تروح لها. طب تعالى كده نشوف الاحتمالات لو انت هتروح لمدينه غير المدينتين دول، يعني انت لو هتروح لمدينه غير الواحد واثنين او الثلاثه والاربعه، هتلاقي انك ممكن تروح لاثنين وثلاثه، ممكن تروح لاثنين وثلاثه، لاثنين واربعه، لواحد وثلاثه، لواحد واربعه، لواحد واثنين. لو خدت بالك، سيبك من الواحد واثنين دي لان ديت اللي هو تكون هي هيها، يعني اللي هو كانك فضلت واقف مكانك. دلوقتي الاحتمالات دي ممكن يحصل ايه بقى؟ لو جيت خدت بالك هنا هتلاقي ان الاثنين موجوده في الاولى والثلاثه موجوده في الثانيه، الاثنين موجوده في الاولى، الاربعه موجوده في الثانيه، الواحد موجود في الاولى، الثلاثه موجوده في الثانيه، الواحد موجود في الاولى، الاربعه موجود في الثانيه. فكده يبقى انت كل اللي هتعمله انك هتاخد مدينه واحده بس عامل مساعد، فكل اللي هيحصل انك هتجرب انك تروح لاي مدينه من اللون ده، او مدينه من البورتال ده، او مدينه من البورتال ده، مدينه من البورتال ده، وتمينيمايز الانسر ما بينهم. طيب انا دلوقتي لو انا واقف مثلا عند الجي بي اللي هي دي، وعايز اروح ل ار يلو مثلا، طبعا انت ممكن تعمل ايه من هنا؟ ممكن تروح لدي لان دي ريد ودي ريد. طيب انا عايز اعمل ايه بقى؟ انا هنا ديت جي بي ودي ريد يلو، فانت ممكن تاخد عامل مساعد. ممكن تاخد ايه العامل المساعد بتاعك؟ يعني خلينا نفترض ان انت واقف عند بوينت هنا، والبوينت اللي انت عايز تروح لها هنا. العامل المساعد ده ممكن يكون حاجه من ثلاثه، يا اما هنا، يعني البوينت اللي انت عايز تروح لها كعامل مساعد دي، يا اما هتكون هنا. هو ايه الاحمر مش عايز يجي ده؟ يا اما هتكون هنا، يا اما هتكون هنا، صح؟ اللي هو يا اما قبل انت واقف دلوقتي هنا، البوينت بقى اللي انت عايز تروح لها تكون عامل مساعد دي، يا اما هتكون قبلك، يا اما هتكون بعدك، يا اما هتكون بعد يعني بعدك وقبل النقطه اللي انت عايز تروح لها، يا اما تكون بعد النقطه اللي انت عايز تروح لها. خلاصه الكلام، انت عايز ايه؟ انت عايز ان البوينت اللي انت هتروح لها تبقى اقرب حاجه للبوينت دي. طيب انا لو معايا رقم او نود او ان، رقم ان، عايز اجيب ايه اقرب رقم للان دوت؟ اقرب رقم للان ده اللور باوند بتاعه، ده اقرب حاجه ليه، او اللي تحت اللور باوند. يعني مثلا لو انا معايا 5
وسبعة و واحد، وانا واقف عند الخمسة عايز اجيب ايه اقرب حاجة للخمسة؟ السبعة. الخمسة طبعا احنا اعتبرنا ان هي مش موجودة، انا عايز ادور على الخمسة، ايه اقرب حاجة ليها؟ السبعة. طيب لو انا جيت قلت لك خمسة سبعة ستة، ايه اقرب حاجة ليها؟ الستة طبعا. فالاحسن ان انت هتشوف البوينت اللي بعد البوينت اللي انت بتدور عليها، والبوينت اللي قبل البوينت اللي انت بتدور عليها. اعتقد بس كده. دلوقتي الماب ديت انا خليت كل بورتال يكون ليه رقم، بحيث ان احنا لكل بورتال اخزن جواه البوينتس اللي هو موجود فيها، وبعد كده اقدر اشتغل عليهم تحت. طيب هاجي تحت هعمل ايه؟ مبدئيا كده همشي على النودز و هسي ان البورتال بتاع بتاع النود دي، وهجيب الرقم بتاعه. انا بس كل اللي عملته الام بي اوف اس اوف اي ديت هي الرقم بتاع البورتال دوت، هبوش باك فيها ايه الاي. طيب بعد كده طبعا انا عايز دايما ان الاي تكون اقل، يعني انا عايز دايما البوينت اللي هي الستارت تكون هنا عشان اروح من هنا لهنا على طول، فلو الاي اكبر من بي هسوابها. طيب الانسر طبعا قيمه كبيره عشان ماكسمايز، سوري عشان مايز. وبعد كده انا بشوف لو فيهم لون مشترك هنسي اوت ايه الابسوليوت ديفرنس على طول، لو فيهم لون مشترك. طب لو ما فيهمش لون مشترك فانا هعمل ايه؟ انا كده كده معايا الماب دي فيها اللون وفيها الرقم بتاع اللون دوت. كل اللي هعمله انا دلوقتي ماشي على الماب، لو اللون اللي انا واقف عليه مش بيساوي الاكس، سوري مش بيساوي اللون بتاع ايه ومش بيساوي اللون بتاع بي، يعني هيبقى عامل مساعد، فساعتها انا هعمل ايه؟ لازم اروح لبوينت من البوينتس دي. طب البوزيشنز ما متخزنه فين؟ في اي دي اكس اوف واي. طيب هعمل ايه؟ هعمل لور باوند على البي، ولو هو مش بيساوي الاند يبقى هامينيمايز على ايه؟ الابسليوت ما بين الاي والات، والابسليوت ما بين البي والات، ان الات دي بقت عامل مساعد من الاي للات ومن الات للبي. طيب لو هي مش بالبيجن هنزل تحت وهعمل نفس الحركه بالظبط، وطبعا بمينيمايز. طب لو الانسر فضلت ب 10 اس 9 او رقم كبير يبقى الانسر بسالب واحد، ما قدرتش اروح. حد مش فاهم او حد عنده اي سؤال؟ يا اهل الميتنج، حد مش فاهم او حد عنده اي سؤال؟ باشمهندس كريم موجود؟ ايه يا باشا؟ انا هقفل شير وكمل انت. خلاص ماشي. الشير واضح؟ تمام يا ريس. ماشي. إيه. هو في الأول بس في كام حد مش عارف نيم جيم أو جيم سي أو كتير ولا؟ يعني هو المفروض اللي هيحل مسألة زي ديت يبقى الأول في الكبريتي جوست، يعني نيم جيم. اه لازم يبقى عارفها يعني. فالمهم طيب يعني هو خش في الموضوع السؤال عامة، عايز يعني خلاص اتعامل مع ماشي حد عارف النيم جيم. ماشي. السؤال بيقول ان في ان بايلز، والبايلز دي فيها شوية ستونز، واقدر اشيل من كل بايل عدد من الستونز معين، بس في كونديشن ان هو بيقول لي ما اقدرش اشيل من اي رقم يكون الجي سي دي بتاعه مش بواحد، يعني عشان لو انا معايا اكس اشيل منها واي، لازم الواي اللي اشيلها دي تبقى كوبراين. ده مش اللي انا رايح له، ده اللي انا هشيله، يعني اقدر اريز واي ستون بس تبقى كوبراين مع ايه؟ مع عدد الستونز اللي موجود دلوقتي. حلو. دي مش هتفرق قوي، حته ان اللي اشيله دي
يعني هو عايز جي سي دي الاكس مع اللي انا هشيله اللي هو اسمه واي يبقى بواحد، صح؟ فدي مش هتفرق معايا قوي، انا عارف ان جي سي دي اكس اقدر اخليه باكس اكس واكس ماينس واي، يعني اقدر اخليه كده اكس واكس ماينس واي. فانا كده بدل حتة اللي انا هشيله دي، عشان دي افضل لي في ان انا اكالكوليت، يعني ان يبقى جي سي دي اكس واكس ماينس واي، يعني اللي انا هروح له يبقى برضه بوان. يعني انا مثلا لو البايل بتاعتي 8 فيها 8، فانا اقدر اوصلها ان هي تبقى 5، واقدر اوصلها تبقى 3 وهكذا، بس ما اقدرش اخليها 4، ولا اقدر اخليها 2 وهكذا. حلو لحد دلوقتي؟ ده المطلوب يعني. طيب هي دي باين قوي ان هي بايلز وكده، فهي نيم، بس هي مش نيم صريحه، هي لازم تتحول لنيم جيم الاول عشان اقدر اقول ايه، ان اكزور كل حد. يعني مثلا لو انا معايا فاليو A1 و A2 و A3 لحد ان انا اوصل لحد AN، اجيب الاكزور بتاعهم. الاكزور بتاعهم لو بزيرو يبقى بوب اللي هيكسب، لو الاكزور بتاعهم نوت زيرو يبقى اليس اللي هيكسب. بس انا معيش الفاليوز دي لان هي مش نيم جيم، فبدل كده انا كل اللي هيفرق معايا ان انا كالكوليت الجراندي نمبر بتاع كل بايت. فانا لو جبت جراندي كل حد فيهم، فخلاص دي كده هقدر اطبق نيم جيم على طول. انا هجيب جراندي كل فاليو واطبق نيم جيم. طيب الجراندي نمبر بتاع اي حاجه هو عباره ايه؟ عباره عن ايه؟ عباره عن الميكس بتاع الجراندي فاليوز اللي انا اقدر اروح لها. انا حليتها ازاي في الكونتست؟ عملت بروت فورس، بس انا اقول لكم البروف بتاعها، البروف بتاعها سهل قوي يعني. البروف ايه؟ انا بمشي دايما من الصغير للكبير، وكالكوليت الجرانديز واحاول القط حاجه. يعني الزيرو، لو بايل فيها زيرو دي لوزنج ستيت ولا ويننج ستيت؟ لوزنج اكيد، يعني لو انا مفيش فانا خسرت. طب لو بايل فيها واحد اقدر اشيلها واروح للزيرو، فانا رحت اللي انا بروح لهم بكالكوليت الميكس بتاعهم، دي اجابتي. فالواحد يقدر يروح للصفر، اشيل البايل او اشيل الستون دي، فميكس الزيرو بون. طب الاثنين تقدر تروح للواحد، بس ما تقدرش تروح للزيرو، لان انا عايز الجي سي دي اروح لناس الجي سي دي بتاعي معاهم بواحد، فالاثنين هتروح للواحد بس، فميكس الواحد بزيرو. طب الثلاثة هتروح للاثنين وهتروح للواحد، الاثنين كانت بتروح للواحد، فميكس واحد وزيرو باثنين، يبقى الثلاثة باثنين. طب الأربعة، الأربعة هتروح للتلاتة وهتروح للواحد، مش هتروح للاتنين، يبقى ميكس الأربعة بزيرو. ممكن نلقط حاجة هنا مهمة، أي رقم زوجي مستحيل يروح للاتنين، فالصفر مش هيبقى موجود، فأي رقم زوجي الميكس بتاعه بزيرو. يعني لو جيت أشوف الستة، الستة هتروح لكله ما عدا الاتنين، والاتنين هي اللي فيها الزيرو، فميكس أي رقم زوجي بزيرو. طب تعالوا كده نكالكوليت الخمسة، الخمسة هتروح للأربعة وللتلاتة وللاتنين والواحد، فالميكس بتاع كل دول بكام؟ بتلاتة، غالبا في حاجة بتحصل. طب تعالوا كده السبعة هتروح لكل اللي قبلها لأنها برايم، فهتروح لكل دول، الأرقام كلها ظهرت، فالسبعة هتبقى بأربعة، في حاجة غريبة. كل رقم ثواني برايم كده، معلش معلش، عيد تاني إيه؟ الخمسة. الخمسة إيه؟ هتروح لأربعة وهتروح لتلاتة وهتروح لاتنين وهتروح لواحد. إيه ميكس الحاجات اللي هي راحت لها كلها؟ الميكس بتاعهم بكام؟ بتلاتة، لان تمام الواحد وصفر. حلو، الستة هتروح لكله ما عدا الاتنين والاربعة، فميكسها هيبقى زيرو. طب السبعة هتروح لكل اللي قبلها اللي ظهر فيهم كل الفاليوز، فميكسها هتبقى اربعة. فلو لاحظنا حاجة كده، الرقم البرايم الميكس بتاعه هو البوزيشن بتاعه لو البرايمز كلها سورتد. يعني التلاتة هو تاني برايم، الخمسة هو تالت برايم، السبعة هو رابع برايم، التمانية كده كده دي ايه؟ ايفن، فهتبقى بزيرو. طب تعالوا كده نكالكوليت التسعة، نشوف التسعة بتعمل ايه. التسعة هتروح لتمانية وهتروح لسبعة، مش هتروح لستة طبعا عشان في جي سي دي معاك، وهتروح لخمسة وهتروح لأربعة وهتروح لاتنين. خدت بالك كده ايه اللي حصل؟ هي راحت لأرقام كتير قوي، أنا عايز أعرف ايه أصغر رقم هي ما راحتلوش. يعني لو أنا معايا رقم مثلا تسعة، ايه اصغر رقم هي ما تروحلوش؟ لان ده اكيد هيبقى الميكس. حد لاقط كده ايه اصغر رقم التسعه ما راحتلوش؟ هيبقى الاثنين غالبا، التلاته. التلاتة، بقى سوري يعني بالظبط، يعني الرقم ايه اصغر حاجه ما بيروحلهاش؟ الليست برايم فاكتور بتاعه.
صح؟ تمام. فالتسعة ما بتروحش للتلاتة، فهتاخد أنصر التلاتة، ميكس التلاتة كان باتنين، فالتسعة هتاخد اتنين. طب والعشرة أصغر حاجة ما بتروح، ده زوجي، وأصغر حاجة ما بيروحلهاش هي الاتنين، فهتاخد أنصر الاتنين اللي هي الزيرو. الحداشر هياخد بوزيشن بتاعه خمسة لأنه براني. طيب الاتناشر هي صفر، بزيرو. التلاتاشر هتبقى ستة. يبقى أنا خدت بالي من حاجة، الجراند نمبر بتاع أي رقم هو البوزيشن بتاع الليست برايم فاكتور. يعني لو انا معايا اي اي، الجراند دي نمبر بتاعها هو بوزيشن الليست برايم بتاع الاي اي، بس كده، بس مع ملحوظه صغيره بس، ان بوزيشن الاثنين اخليه بزيرو مش اخليه بواحد. يعني الثلاثه هو الثاني، الخمسه هو الثالث، السبعه هو الاربعه، بس الاثنين بزيرو، هي دي الكيس الوحيد. فكل رقم هو عباره عن بوزيشن الليست برايم فاكتور. لو الرقم زوجي هيبقى بزيرو، يعني ده لو هو اود، ده لو هو ايفن، ولو هو بواحد فالجراند بتاعه بواحد. فدول الثري كيسز، هيبقى معايا كل رقم هجيب الليست برايم فاكتور. دي سهله، دي لو انا باني التيبل بتاع سيف، فالليست برايم فاكتور هيبقى معايا جاهز اجيبه اوف وان يعني. فبس كده هجيب الجراندي بتاع كل رقم، وبعدين اجزرهم سوا، والكونديشن بقى لو بزيرو يبقى بوب اللي كسب، لو نون زيرو يبقى اليس اللي كسب. بص ده كود سيف عادي، جبت بيه البرايمز والليست برايم بتاع كل فاليو وبوزيشن كل برايم، يعني برايم كذا هو رقم كام، وبس زودت قلت بوزيشن التوب زيرو بس. وبعدين لا دي اللي كنت بقول فورس بيها، دي السولف يعني. خدت الارقام كلها، الرقم لو بواحد يبقى الجراند بتاعه بواحد، غير كده هو بوزيشن الليست برايم فاكتور بتاعه بقى اجزور كله، لو نان زيرو يبقى اليس، لو زيرو يبقى بوب. وده الكود اللي انا عملت بيه بروت فورس. يعني انا اصلا ما عملتش باتل، يعني انا كنت عايز اجيب السؤال بسرعه، فكتبت حرفيا كود بيروح لاي حد الجي سي دي بتاعه بواحد معايا، وبجيب كل الفاليوز احطهم في ماب واجيب الميكس، وعملت فور لوب طبعت، يعني حرفيا انا طبعت بس، فلاحظت الباترن دي، لقيت كل رقم بياخد الليست بوزيشن الليست برايم فاكتور بتاعه. جامد. دي حاجة مش مفهومة أوي. فهو الصراحة هو ده، لو اتكتب له الكود البروت فورس هيتجاب بسرعة قوي. يعني هي حتى كانت باينة، بص كده الكود البروت فورس باينها، لقيت أي رقم زوجي بصفر فشال مني نص الأرقام، يا دوب قعدت أبص على الفرد بس. انت عارف انا ايه اللي اخرني في البروبلم دي في الكونتست اصلا؟ ان انا كنت مفكر إيه؟ ان لازم الجي سي دي ما يبقاش بواحد، يعني انا كنت عاكسها. ما انا كرهتها كده في الاول، وبعدين قعدت اقول هو ده طالع ازاي كده، انا اخر ما ما زهقت، فهمتهاش بجد. انا اخر ما كرهتها زهقت تاني. رحت بعت لهم كلاريفيكيشن، قلت لهم هو انا ينفع اسمه ده، ينفع لو انا واقف عند رقم احذف الرقم كله وارجع واروح للصفر؟ قالوا لي لا. فانا استغربت، طب ما هو الرقم جي سي دي مع الرقم مش هيبقى بواحد. بالظبط، فانت تقدر تجيبه في خطوه، لان اتعكس في الرقم البداية بيروح مع الناس. يعني بص انا عملت كده، ورحت عامل سي اوت للفانكشن اللي فوق دي، اللي هي بتكالكوليت ميكس اللي انا بروح لهم بقى بس. حد يا شباب فهي راحت مش طبعا لي فاهم. الفاليوز، ما الارقام كتير شويه. اه طبعا انا حتى ممكن احط الاي هنا. فالزيرو بزيرو، لقيت بقى الزوجي كله مش ظاهر، والارقام دي عدد بتزيد كل شويه بتزيد، فلقيت تسعه ما زادتش ال 503، والرين ال 21 3، فبدات ألقط بقى ان هي جايه من اصغر برايم. فانا دي من هنا، يعني انا عملت بروف بعد الكونتست. ماشي، اقفل الستريم بص لنا على الاف بالله عليك، ولا حد عايز يسأل في حاجة؟ خش في الاف. تمام ماشي. رايح فين يا عم بتقول كريم؟ ايه؟ بقول لك خش في الاف. هو الصوت بيقطع، اقول تاني كده بقول لك ادخل ايه؟ الاف، ادخل الاف. سامعك.
سامعني يا كريم؟ اف. خش اما انا مش متاكد كودي ده هيعدي ولا لا. دردش. عدى ما عداش خلاص، ولكن حصل حاجة. ماشي استنى، هو صوتي بس تمام ولا لا بيقطع؟ لا عشان صوتك صوتك تمام، بيقطع عندي. انت صوتك زي الفل عندي. طب استنى بص، انت اصلا وانت بتشرح دي انا اترعبت وقلت ده في تيست هيهكرني، بس طلع هو قايل ان هما بيسوابش الكاركترين، يعني هو مثلا عنده جي بي بس ما فيش بي جي في الانبوت خالص، انت فاهم؟ انا قلت بس انا حد وقع. هو اكيد مهندلين حاجه زي كده اكيد. ما تقوليش التستات دي كلها ما فيهاش هو التست اللي انت كتبوا، بتقول عليه فانا ده. كنت لسه رايح افكر نفسي، فلقيتهم كاتبين في الانبوت ان هم 6 حاجات بس وكاتبهم السواب بتاعهم مش موجود. طيب بص، انا بعت 3 في الاخر بكل حاجه بقى، يعني بعت ببراجما وبعت بان اوردر ماب وبعت بماب، اللي هو اللي يقع يقع بقى، فاهم؟ انا بعد ما كنت الناس استخلص كلها طايمه وحش، انا حتى انا ببص الناس كلها 4000 وشويه. بعد ما كنت استخلص ببص على جيت ببص على الحل بتاعك، لقيت الان كيو. ان كيو ايه يا كريم، انت مصبت مرتين. اتفضل يا دولة. طيب هو في السؤال ده، بسم الله، بيقول ان هو عنده اري فيها ان رقم، هو عايز يخلي الاري دي، بعيدا دلوقتي عن الرنجات اللي هو بيقولها، عايز يخلي الاري دي بالاندروم عن طريق ان هو باوبريشنز. التو اوبريشنز ايه هم؟ ان هو يقدر يمسك رقم يقسمه، يعني مثلا التست ده كده هو يقدر يمسك التلاتة يقسمها يخليها كده 2 1 1 2، يعني يمسك الرقم يقسمه الرقمين مجموعهم بالفاليو دي، فكده بقى بالندرو، أو يمسك رقمين ورا بعض ويمرجهم في رقم واحد فتبقى كده 3 3. دي التو اوبريشنز اللي متحالي، وكل اوبريشن بكوست 1. حلو كده؟ ماشي. تمام. أنا بسنس الهبد كده أنا قلت أنا يعني همسك اول اوبريشن دي اقول ان هي ملهاش لازمه، هعمل واحده بس، ان انا امرج، ان انا افصل، اصل لو انا مسكت رقم فصلته مش هعرف اهندل حاجه زي كده، اصل انا عايز اعمل ايه في الاخر؟ هو عايز كل الرنجات، فانا عايز اعمل دي بي، انا عايز اعمل ان انا لسه هتكلم يعني، بس لو انا معايا رينج ماسك ال وار، فحته لو مسكت رقم فصلته لتو فاليوز انا مش هعرف، انا دلوقتي بقيت ماسك فاليو ايه؟ فمش هعرف اعمل اي حاجه. فقلت انا هتغاضى دلوقتي عن الكونديشن ده واشتغل بده بس، ان انا امرج كذا رقم سوا بدل من ان انا افصل رقم، وجربتها على كذا تيست لقيتها شغاله. ليه يعني مش في بالي بروف قوي دلوقتي، ما عدتش ابروف حاجه زي كده، بس حتى مهما كان في تيست كبير فدايما لو اقدر افصل المرج هيديني نفس الفاليو، يعني مثلا الاثنين دي ممكن افصلها تبقى 1 2، والاثنين دي ممكن افصلها تبقى 1 2، طب ما انا ممكن امرج دول وامرج دول يبقى 3 و3، فالميرج دايما هيديني كوست زي السبليت، فاستخدم الميرج وخلاص. تمام كده؟ ماشي. حلو. طيب انا ما بكالكوليتش ده على الاري كلها، هو عايزني اصم الفاليو دي، لو انا خدت كل سب اري عملت عشان اخليها بالندروم ايه المينيمم نمبر اوف اوبريشنز، عايزني اصم ده على كله، فانا لو قدرت اكالكوليت ده لكل ال وار اللي هو لازم دي بي، يا دوب همشي في فور لوب واصم التيبل يعني. فانا عملت الدي بي ازاي؟ انا دلوقتي معايا ال ومعايا ار ماسكين رينج، يعني انا معايا رينج كده انا ماسك دي وماسك دي. حلو. انا محتاج اعمل ايه؟ انا محتاج اجيب حته هنا اي وحته هنا جي، بحيث الصم من ال الاي يبقى بيساوي الصم من جي الار، فانا كده جبت جزئين بيساووا بعض في الصم، وبعدين بدل ما انا عند ال وار اقوم ناطط على ايه؟ على اي بلس 1 وجي ماينس 1. ده الدي بي اللوجيك العادي، لو انا ماسك اي ال وار هلوب على كل اي وجي جوه، انا عايز اقطع بحيث ان الصم الاول يساوي الصم الثاني، فكده بقت بالندروم لان رقم زي رقم ماشي. مرجتهم سوا. الكوست بتساوي ايه؟ الكوست بتساوي اي ماينس ال زائد ار ماينس جي. الفكره ان انا الاول كتبت بروت فورس ان انا جربت كل الاي وجي، فكده كل ان اس 4، بعدين قلت طب بلاش انا هجرب اول اي تيجي تعمل ساتسفاي، يعني اول اي
قصادها جي تنفع اجربها، لقيت الانسر طلعت برضه. ليه مش هما كلهم ما بينفعوش يعني؟ عشان ما حدش يقول اي قطعه هتجيب نفس الكوست، لا انا جربت كده ما كانتش بتجيب نفس الكوست. لكن لما جربت اول اي، لان اول اي هتقلل الكوست اللي هنا، فاول اي بتجيب دايما المينيمم كوست، فقلت خلاص بدل ما بعمل تربيع، بدل ما بعمل قصدي اس 4 لاني بلوب على كل الاي وجي، فانا عايز حاجه تجيب لي اول اي نافعه وايه الار بتاعتها. لو عرفت لكل ال وار ايه البيست بير اروح عليه على طول، وكده حل هيبقى ان تربيع، صح كده؟ ماشي. انا في حاجات بقولها من غير بروفس، بس يعني ما انا ما كانش في، انا بعتها قبل بتاع بدقيقه، ف انا كنت بكتب وبجرب، فاللي بيطلع معايا بكمل فيه. حلو كمل يا ريس. حلو. قمت عامل ايه بقى؟ عملت ماب خزنت فيها هو كل صم، كل صم. ولا قبل الماب عايز اوضح حاجه كده، مش انا عايز بريفكس اوف اي ناقص بريفكس اوف ال ناقص 1 يكون بيساوي بريفكس اوف ار ناقص بريفكس اوف جي ماينس 1، مش ده اللي انا عايزه؟ ماشي. صح؟ حلو، تعالى نعدل دي كده شويه، المعادله دي اودي البريفكس ده هناك بالموجب، اودي البريفكس ده بالسالب، جت هو كان سالب فاوديه بالموجب، فيروح الناحيه دي. يبقى انا عايز ايه؟ انا عايز بير يكون مجموع البريفكسين يكون بيساوي مجموع البريفكسين بتاع ار وال ماينس 1، صح كده؟ فانا عملت ماب مخزنه انتجر وفيكتور اوف بير، يعني انا معايا انتجر ومعايا فيكتور في بيرز. البيرز هي عباره عن ايه؟ عن اي وجي. طب انا بخزن ايه في الفيرست بتاع الماب؟ بخزن مجموع البريفكسين، مش انا عايز مجموع بريفكسين ايكوال مجموع بريفكسين، فاعمل بري بروسيسنج في المين، اعمل بريفكس سام وكل اي وجي في البريفكس بخزن مجموعها واقول ايه البير بتاعها، وعامل سورت للفيكتور ده اللي هو قصاد كل سام. طيب لو انا دلوقتي بقيت ماسك ال وار، فانا لو جبت مجموع بريفكسين ال وار، فانا عايز مجموع بريفكسين تانيين بيساوي نفس السم بتاع ال وار، فاروح للماب اللي شايله مجموع بريفكسات اشوف السم ده ايه الفيكتور بتاعه اللي هو سورتد، وبشويه لور باوند اجيب الاي وجي اللي هي فيرست اي اللي اعرف اروح عليها على طول. حاسس الكلام مش منسق قوي، بس هو انا فاهم، حد اللقطه بقى ايه؟ انا فاهم بصراحة. فاهمين يا شباب ولا ايه؟ فهي يعني انا اكني عامل كده، عامل بمشي من زيرو لحد ان، وبعدها بمشي من اي لحد ان، وبقوم قايل للماب بتاعت الماب بريفكس اوف اي زائد بريفكس اوف جي، دوت بوش باك. فبوش باك فيها تمام. الايه؟ الاي وجي ماينس 1. وكده انت واقف عند ليفت ورايت، فانت عايز تجيب قيمة الفيرست بتاعها بالظبط. هيبقى فانا لو اصغر عند من ليفت الليفت، ورايت والرايت بتاعها هيكون اصغر من الرايت. بالظبط، انا اللوب اللي انا عاملها انا بلوب بالترتيب كده، فلو انا واقف ماسك ال ماسك ال، فالاراد بتاعتها اصلا بتزيد بالترتيب، يعني يعني الاراد بتاعتهم ورا بعض كده. فانا الفيكتور ده بعمل لور باوند على اول ال، اول ال تنفع، يعني الفيكتور ده انا مرتبه هو ال وار يعني اي وجي، ومترتب بالفيرست، فبجيب اول ال تنفع بلور باوند. معرفش ليه يعني، انا وانا بديباج كان المفروض ده، يعني ده اللي انا خايف ان حد يوقعني فيه، بس اول ال دايما بيبقى ليها ار، يعني انا حاطط ال وار، ال وار في الفيكتور، يعني بص مش الصم متخزن له اي وجي كتير او رنجات كتير. ماشي. فانا لو ماسك رنج انا عايز اعرف اجيب اول بير ال بتاعته اكبر من ال بتاعت الدي بي، والار بتاعته اقل من الار بتاعت الدي بي، صح كده؟ ماشي. فانا عملت لور باوند عليهم، عملت لور باوند عليهم على ال، فانا كده مساتسفاي ال. انا عايز بقى في الرينج ده اجيب ار اقل من الار، صح كده؟
الموضوع ده المفروض عايز داتا ستراكشر، يعني انا عايز في رينج اجيب فاليو او فيرست فاليو اقل من او يساوي ار، صح؟ I think انت ممكن تسورت اصلا عن طريق ال عن يعني تسورت من الكبير للص من ال اعتقد هي ما انا كنت المفروض اعمل كده ومعايا 3 دقايق، فرحت قلت اول رينج هي ساتسفاي خده واعمل بريك، فعدت في التايم. فهل بقى ده عشان اللوب اللي تحت بيساتسفاي ان هي هتيجي بدري؟ مش عارف بقى، ده اللي انا خايف ان ممكن حد يهكرني ويجيب لي تيست يكون الرينج بتاعي في الاخر خالص، فاقعد امشي كتير. يعني بص انا كاتب ايه، بص انا بلور باوند ان ال اللي تبقى ساتسفايد وماسك اتريتور، واول واحد بيساتسفاي كونديشن بخش فيه وبريك، فانا معتمد ان دي هتيجي بسرعه. ليه؟ اللي كان معايا فيه وقت، يعني انا لو كان معايا وقت زياده كنت هكتب سيجمنت تري، كنت هكتب فيكتور بيجيب لي فيرست اليمنت اقل من او يساوي ار، لان ال اللي ساتسفايد وبقى معايا رينج عايز الار بتاعته، اول واحد الار بتاعته اقل من الار بتاعت الرينج، فكنت هجيبها في لوب. ده بقى يقع ولا لأ يعني؟ وخد بالك كمان، يعني مش عارف، بس الماب اللي انا مخزن فيها سامز، هي السامز المتشابهة في اري برضو مش كتير، يعني اللي انا عايز اجيب او ممكن تبقى كتير، يعني لو هو كله وحيد فسام الواحد موجود 2000 مرة، فده يقع ولا لأ بقى مش عارف يعني. بس هي دي الفكرة الجنرال، ان انا عايز اعمل حاجة زي كده، لو امبلمنتيشن اسرع من كده اكيد. الوايل دي ممكن توقعني ولا لا؟ يعني انا حاسس ان هي توقعني، انت التايم بس بتاعك كام؟ انا ما توقعش بقى. التايم 2000 وشويه، والتايم اللي ده انا كان بعته البيست اول سوليوشن واحد كده؟ كنت بعته اول كود كان 4000 لا وشويه. لا لا البيست سوليوشن يعني روح على البيست، الستيتس، استنى كده، روح على الستيتس انا كل ال في ناس سورت تايمها قليل بس سورت في ناس كتير بالاكسكيوشن برضو تايم، تايمها كبير. سورت بالاكسكيوشن تايم. ماشي، ده مين اللي حلالك بقى؟ يخرب بيتك، يخرب بيت عقل، تعالى اوف ون ولا لا ايه؟ انا عايزك تشوف الكود بتاع شيان كده، ده اللي هو فين؟ مش عارف انت عامل له فريند ولا لا، بس شيان حرفيا حللها بكود صغير قوي. انا هو بص سيرش اسحاق حللها، سيرش بالاسم، سيرش بص بالاسم. بص كده، اسحاق عاملها اني تربيع بس ومش عامل لوج ماب حتى، وتايمه كبير مش عارف ليه. يعني هو عامل اني تربيع، عامل لور باوند نفس ما انا عامل، بس هو عامل حاجه تقريبا بتجيب له الار على طول، ما قراتش كود، بس هو نفس اللوجيك، وبرده التايم بتاعه كبير قوي. بص التايم بتاعه 4000 شويه، انا خايف بقى اي حد يجي يزعلنا في بص حاجه. هبعت لك لينك يا كريم، افتحه كده معايا. تمام، هو حرفيا شيان دخل حل البروبلم دي وخرج. يعني انا كنت شايفها اللي هو البروبلم دي مليار في المية دي، بس مش عارف اعمل ايه. هي الحتة الصراحة اللي ظبطت ان انا ما عدلت البريفكس، اول ما عدلته خدت بالي ان هو صم وصم، ما كنتش عارف اعمل ايه خالص قبل كده. بص على الشيك كده، مجموعة أرقام لحد سميشن إيه تربيع، ده بيعمل بيها إيه دي؟ إيه ده؟ الحل بتاعه حرفيا ان سكوير. هو أنا عايز أعرف دي يعني سميشن إيه تربيع له لازمة عنده في إيه؟ هو عامل برضه حاجة للصم، يعني هو عامل سي إن تي كل صم، بس هو مش عامله ببريفكس، هو بيجمعه بيعمل فيه بلس بلس، ان الصم ده ظهر مرة. انا بقول لك الكود صغير جدا، انا مش عارف ايه اللي هو عامله ده. ولا لو عملش بري بروسيسنج، او غالبا هو بيعمل بري بروسيسنج وهو ماشي، يعني هو بيخزن في الماب وهو ماشي وبيكالكوليت، هو مش هو بيعمل ابسولف، المفروض مش عارف هو هينزل اصلا ولا عامل لا. ابسولف دلوقتي. ابقى اشوفه بقى، هو شغال اصلا، ابقى اشوف انا عمل هحطه من الاستريم هب بتاعك، بايه الاستريم بتاعك هتلاقيه شغال دلوقتي. هو بيحل فيه اهو. ماشي ماشي، ما في الستريم ألف شكرا يا عم كريم. شباب حد عايز يسأل في أي حاجة؟ حد في نفسه حاجة عايز تسأل فيها؟ ماشي هقفل الريكورد.